وكيل وزارة الحكم المحلي يناقش آلية معالجة الأضرار التي تعرضت لها بلدية الجربولي. الجامعة العربية ترحب بأي جهود أو تحركات في ليبيا تهدف إلى تسوية الأزمة السياسية. المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدعو حفتر إلى التحقيق في إعدامات المعتقلين دون محاكمة. نشرة التاسعة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. أبدى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إعجابه بتنظيم وزارة التعليم للامتحانات داخل لجان المراقبة وحرص المعلمين على استمرارها في ظروف تربوية مناسبة، موجها دعوته إلى الطلبة لمضاعفة الجهد والمثابرة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الثلاثاء ببلديتي أبو سليم وحي الأندلس رفقة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، الذي أكد من جهته أن وزارته تقف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجه لجان المراقبة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات وتطبيق الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين من الطلبة والمعلمين. هذا وتتواصل في بلدية الجفرة امتحانات الشهادة الثانوية التي بدأت في موعدها المحدد وبشكلها المعتاد، رغم بعض الصعوبات التي تمثلت في بداية عام دراسي شهد تأخر موعد بدء الدراسة ونقص المدرسين في بعض المدارس. تقرير صقر عبد الله. باشرت المؤسسات التعليمية ببلدية الجفرة امتحانات نهاية العام الدراسي والتي انطلقت في موعدها المحدد في 16 من شهر يوليو الجاري كما حددته وزارة التربية والتعليم. هنا في مدرسة محمد مصطفى كامل الثانوية يجري أكثر من 183 طالبا وطالبة امتحانات نهاية العام بشقيها العلمي والأدبي دون أي عراقيل. صعوبات عديدة واجهت العملية التعليمية بالمدرسة والتي أثرت ولو بشكل قليل في تحصيل الطلاب. العام الدراسي هو كانت فيه إشكاليات بسيطة نختصرها في ثلاث أمور. بداية العام الدراسي كان حقيقة متأخر. الأمر الثاني هو تأخر الكتاب المدرسي، بالإضافة للعجوزات الموجودة دائما في بعض التخصصات من المعلمين من الرياضيات والإنجليزي واللغة العربية، هذه عادة دائما هي تواجه في مدارسنا. أولا في بداية السنة كنا نعاني من نقص أبلات، يعني ما كانوا في أبلات ياسر يبوا يشدوا الشهادة بما نحن شهادة وصعب، يعني خلص في هذه أكثر شيء يعني واجهنا أن ما في أبلات، بس هذه الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول. عام دراسي آخر انتهى بحلوه ومره، زادته مرارة وصعوبة الأيام بأزمات ألقت بظلالها على كاهل الأبناء والآباء على حد سواء. صقر عبد الله لقناة ليبيا بانوراما، بلدية الجفرة هون. في السياق ذاته أعلنت وزارة التعليم للحكومة المؤقتة بمدينة البيضة الثلاثاء إلغاء امتحان مادتي الفيزياء والميكانيكا ومادة النصوص الأدبية والبلاغة والتعبير لطلبة الشهادة الثانوية العامة التي جرت امتحاناتهما الثلاثاء. الوزارة لفتت في بيان عاجل لها إلى أن امتحان هاتين المادتين سيعاد بعد انتهاء جدول الامتحانات المقرر، وذلك يومي 29 و30 من يوليو الجاري. هذا وأوقفت الوزارة المسؤولين عن تسريب أسئلة هذه المواد عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق. التقى وزير أو وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني خلال زيارة تفقدية قام بها الثلاثاء إلى بلدية الجربولي للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة مع أعضاء المجلس البلدي ومكتب الخدمات الصحية وفرع الشؤون الاجتماعية والمكتب الإعلامي. الجولة تأتي بناء على القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 615 لعام 2017 بشأن تشكيل لجنة لحصر الأضرار المادية والبشرية والعمل على معالجتها.
حول الموضوع ينضم إلينا هنا في الأستوديو وكيل وزارة الحكم المحلي إدريس الشاردة. سيد إدريس، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. يعني من خلال اطلاعكم، ما هو حجم الأضرار هناك سواء على الصعيد المادي أو فيما يتعلق بالأضرار البشرية؟ والله من خلال الزيارة اللي قمنا بها أمس، الأضرار في المنازل أضرار جسيمة، منازل مهدمة ومنازل محروقة وأضرار متوسطة، أضرار في الأليات، أضرار في الأشجار، في المحاصيل، في حظائر الحيوانات، مدرستين برضو متضررات من نتيجة الاشتباكات. نعم. الكوابل الكهرباء أو الأبراج الكهرباء 220 وال 400 متضررات بشكل جسيم، لكن الأمانة فريق الكهرباء كانوا شغالين بدرجة ممتازة وحرفية. تم إعادة ترجيع خطوط الكهرباء 220 وال 400 حيتم إرجاعهم خلال اليوم الجمعة إن شاء الله. ذكرت أن من ضمن الأضرار آليات، ما المقصود بالآليات؟ تقصد السيارات؟ آليات، جرارات وسيارات وثلاجات حفظ مواد ومخازن لحفظ المنتجات الزراعية، حظائر دواجن، بعض الخيول، بعض الأبقار، محاصيل زراعية، مزرعة عنب بالكامل أتلفت، أشجار حرقت بالكامل، أعداد كبيرة. يعني من خلال هذه الزيارة تم حصر كل الأضرار؟ حصرنا نحن طبعا الزيارة كانت حصرنا العينات أو زرنا العينات العشوائية من الحصر المبدئي اللي قامت به بلدية القربولي، حقيقة قاموا بنشاط ممتاز جدا. واللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بموجب قرار 615 حتباشر بكرة إن شاء الله بالتنسيق مع بلدية القربولي إن شاء الله تعالى. كيف سيتم التعويض؟ والله التعويض حنتم أولا يبدأ الحصر مبدئي كقيمة أضرار حسب لائحة الأسعار المعمول بها في الدول الليبية. الأضرار المنازل المتضررة نهائيا حيتم توفير بدل إيجار لهم لحين الفصل في قيمة التعويض، أما بإزالة هذه العقارات وإنشاء بديلة أو اللي يقبل صيانة حيتم صيانة إن شاء الله تعالى. هل تواصلتم مع الأشخاص الذين لحق الضرر بممتلكاتهم مباشرة؟ تواصلنا مع بعض العائلات اللي لقيناهم في منازلهم وجبرنا بخطرهم، ونحن حقيقة أصلا القرار قبل الجبر المادي جبر المعنوي حقيقة. نحن زرنا أغلب الناس المضرة اللي وجدناهم، تواصلنا معهم ومواطنين منهم جذنب يعني في الأحداث اللي صارت. يعني في عائلة ممكن 24 أو 25 في بعضهم مضرات بالكامل، يعني هذا ممكن نقول لك الحوش هذا من أثار الضرب والحريق ممكن يحتاج إزالة كاملة، هذين أربع أسر أو خمس أسر بيقدم في الشارع. وبرضو زرنا الناس اللي عندها أضرار، مثلا فيها أشخاص عندهم حفارة مياه وتلفت بالكامل، فيه شخص عنده حظيرة دواجن فيها فوق 8000 طير. قصدي الأضرار كانت جسيمة على المواطن، مهما تكون نحن ننظر لها، حتى لو نظرنا نحن بشيء بسيط بالنسبة للمواطن شيء كبيرين. فاعتقادك كم سيستغرق الأمر يعني تعويض هؤلاء المتضررين؟ والله نحن متوقعين خلال 15 يوم يكون التقرير جاهز ويعرض على رئاسة الوزراء. الحصر الهندسي مش حيطول لأنه فيه استعانة بالمهندسين من البلدية ومهندسين من المرافق، وبالنسبة للأضرار المنقولة هن اللي حيتأخرن شوية، لأن السرقات والأثاث وهذه نحتاجها طبعا في إجراءات أخرى يتم فيه قسم في المحكمة على قيمة المفقودات اللي عندك، فهذه حيأخذن وقت شوية. بالنسبة للمنازل ممكن نقول 15 يوم حنسلموا تقريرنا، يكون كل منزل أو كل عقار محصور كقيمة حسب لائحة الأسعار معمول بها في الدول الليبية. خلال ال 15 يوم هذه كيف سيتم يعني التعامل مع الأهالي خصوصا الذين فقدوا منازلهم؟ اللي فقدوا منازلهم هذول حيندر لهم حل لاجل إن شاء الله بتوفير بدل أجار لهم زي ما حصل في بلدية بوسليم. طيب فيما يتعلق بالذين تلقوا أضرار ربما في آليات كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق يعني يعتشون منها، أشركنا في اللجنة معنا أحد من المواصلات لتحديد طبعا قيمة السيارات وتحديد نوعيتهم. برضو حتى نرى فيه شوي صعوبة زي الحاجات المسروقة والممتلكات اللي في البيوت، حيتم تقييمها عن طريق لجنة مختصة من المواصلات، وبعدين حيتم تعويضهم، لأن فيه اللي فعلا مصدر رزق هذه السيارة ولا الحفارة اللي نحكي لك عليها هذه ممكن مصدر رزق أكثر من شخص يعني، مش شخص واحد.
طيب شكرا لك وكيل وزارة الحكم المحلي السيد إدريس شاردة، شكرا جزيلا لحضورك معنا هنا في الاستوديو. خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الاثنين مبلغ 500 دولار أمريكي لكل مريض بالساحة الأردنية تزيد فترة علاجه عن الشهر ابتداء من تلقي المرضى علاجهم، على أن تصرف من الوديعة المالية المحالة إلى منسق الشؤون الصحية بسفارة العراق. جاء هذا القرار بعد اطلاع الوزارة على التقارير المحالة إليها والتي أوضحت ما يعانيه المرضى بالأردن من صعوبة الأحوال المعيشية لمن تواجد هناك لفترة طويلة. وفي ذات السياق ناقش وزير الصحة عمر بشير الاثنين آلية تطوير العمل داخل مستشفى السكري والغدد الصماء، إضافة إلى دراسة إنشاء قاعدة بيانات لكل مريض بالسكري بعد أن يحصر وتحدد أعمارهم وأماكن سكنهم والمستشفيات والمراكز الصحية التي يتابعون العلاج فيها. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيسبوك فإن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية حصول المرضى على جرعاتهم من حقن الإنسولين وتوزيعها حسب احتياجاتهم. قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح في مداخلة مع قناة ليبيا بانوراما تعليقا على خارطة الطريق المقترحة من السراج، قالت إن هذه المبادرة جاءت في مرحلة تعاني فيها ليبيا من التخبط، مشيرة إلى أن شرعية مؤسسات الدولة هي شرعية واقع وليست شرعية قانونية، ولن تستطيع الخارطة انتخاب رئيس للدولة. هذه الخارطة لم تضع ولن تستطيع أن تضع كيفية انتخاب الرئيس. نحن لنا 3 سنوات ونحن نشتغل على مسألة السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس. أنا أرى أن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على من شروط الانتخاب الرئيس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى السلطة التشريعية والمجلس النواب الذي سيتم انتخابه أيضا ما هي شروط. وأضافت أن الحلول لصياغة دستور يمثل الليبيين مطروحة على الطاولة، إلا أن المشكلة تكمن في التوافقات داخل الهيئة، وأن الانتخابات ستكون بناء على وجود دستور خلال الفترة القادمة وليست على المبادرة. إذا وجد الدستور خلال الفترة القريبة القادمة ستكون الانتخابات بناء على الدستور وليس بناء على المبادرة. سيتم إقرار هذا الدستور من خلال اعتماده في مجلس النواب ومن ثم إحالته للمفوضية للاستفتاء عليه من قبل الشعب، وعندئذ تكون هذه الانتخابات نتاج دستور ونتاج دستور دائم وليس لمرحلة انتقالية. من جهتها نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الثلاثاء شروعها في التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل 2017، وأهابت المفوضية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بوسائل الإعلام توخي الحذر من نشر الأخبار ذات العلاقة بعمل المفوضية وأن تتحرى الدقة في أي أخبار. وكانت المفوضية أعلنت في مارس الماضي جاهزيتها لتنظيم أي انتخابات تكلف بها سواء كانت برلمانية أو رئاسية والمساهمة في صياغة قوانينها بما يضمن قبولها من جميع الأطراف والأطياف السياسية. هذا وأشادت جامعة الدول العربية بأي جهود أو تحركات سياسية في ليبيا تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية للوضع الراهن في ليبيا من خلال تشجيع حوار داخلي لتقريب وجهات النظر، وذلك ردا على خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، معربة عن تقدير الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيظ لكافة المواقف والتحركات الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود.
وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي. سيد صلاح، مرحبا بك. كيف تعلق بشكل مباشر على هذه المبادرة التي جاءت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السيد فايز السراج؟ شكرا، بارك الله فيك. العفو. فعلا احنا سمعنا المبادرة وقرينا المقترحات كلها بتاع سيادة الرئيس، وفي الحقيقة هي إضافة، لأنها هي محاولة إخراج الوضع يعني من المأزق اللي هو موجود فيه. وثانيا أنا لما شفت الإخوة المسؤولين سواء في الشرق الليبي أو في الغرب الليبي في شهر مارس ومايو، كانوا كلهم تقريبا مع يعني تنظيم انتخابات، وحتى رئيس المفوضية يعني كان جاهز لذلك. فلذلك الخوف ربما اليوم هو من تاريخ إجراء الانتخابات والحيادية، اللي أعتقد هذه مش مشكلة، هذا يتحل بالوفاق بين مختلف الأطراف ويقعدوا ويشوفوا الحل ويعملوا هيئة يعملوا. طبعا هي الانتخابات ما تمش هي الأخير، مش يكون فيه مراقبين دوليين، مش يكون فيه مراقبين أفارقة، مش يكون فيه مراقبين عرب كذلك. فلذلك أنا لا أخشى على الحيادية. ثم أنا التصريح بتاع سيد سراج أظن في إحدى قنوات عربية يعني كان متفتح، يقول لك أنا يعني يتقدم إلى الانتخابات من يريد، وأنا سمعت تصريحات كذلك بتاع المشير حفتر أنه هو كذلك رجل يعني قابل أنه يدخل في المسار السياسي، ورجل ديمقراطي ورجل يؤمن بالانتخابات. فلذلك الخوف من الانتخابات في ربما ليس مفيد بالنسبة للمرحلة هذه. نعم سيد صلاح، نتفق كيف البعض يتحدث الانتخابات. البعض إذا كنت في الاستماع سيد صلاح الدين الجمالي، نرتب عملية تنظيم هذه الانتخابات. سيد صلاح، هل أنت في الاستماع؟ نعم سيدي. هناك من يقول لا أساس تشريعي لهذه الانتخابات التي دعا إليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ما تعليقك على هذه النقطة تحديدا؟ نعم. هناك من يرى بأن ليس هناك يعني أساس تشريعي تقوم عليه هذه الانتخابات، كان من المفترض أن يكون الدستور جاهز ومن ثم تحدث عملية الانتخابات، ولكن أن تكون هنالك انتخابات في ظل عدم وجود دستور فهذا ليس بالسياق الطبيعي. والله العكس هو الصحيح سيدي. لماذا وكيف؟ صحيح، لأنه ليبيا اليوم تعيش في مرحلة انتقالية، والانتخابات هدفها انتقال ليبيا من الوضع الاستثنائي إلى الوضع القار. اليوم نبحث كيف نضع ليبيا على الطريق القويم، كيف نضعها، لأن الدستور يأتي مع دولة قائمة ومستقرة، ما يأتيش مع دولة انتقالية أو مع حكومة انتقالية، لأنه فيها كثير من المشاكل. ولما تكون هناك دولة ويكون مجلس نيابي مستقر ويسمع بكافة أفراده ويسمع بصفة دورية، وحكومة كذلك منسجمة، مجلس رئاسي أو رئيس دولة مش مجلس رئاسي، وياخذ قراراته مع حكومة رئيس حكومة، يعني تاخذ الوضع طبيعي، وقتها يصير فيه وضع دستور قائم ومستمر في ليبيا وليس العكس. نعم. طيب سيد صلاح، على اعتبار أن ليبيا مرت بعدة مراحل انتقالية والهدف هنا الخروج من هذه المراحل الانتقالية، إجراء انتخابات في ظل عدم وجود دستور، ألا يعني الانتقال لمرحلة انتقالية أيضا؟ هو إجراء انتخابات إذا أعطينا كلمة للشعب، نكون أعطينا الكلمة الفصل، يولي هو يختار رئيسه، يختار البرلمان،
وبعدين يكونوا اختيار بطريقه شفافه، يكون مراقبين، يكون ناس يراقبوا الانتخابات، مجريات الانتخابات. يعني العمليه ليست هي عمليه نحاولوا انه يعني نعملها بطريقه مسرعه او بطريقه استعجاليه، لا، هي عمليه شفافه ديمقراطيه يعني العالم يشهد عليها، وتدخل ليبيا من الاستثناء الى العادي. طيب سيد صلاح، الم تحدث هذه الانتخابات فيما مضى؟ نعم. الم تحدث هذه الانتخابات بمراقبه دوليه والكل شهد على نزاهتها؟ احضرنا وجامعة عربية حضرت في انتخابات 14 وكانت شفافة كذلك وجيدة، ولكن أين وصلنا بعد ذلك؟ في انتخابات عام 12، لكن عام 14 حضرت الجامعة أكثر بأعداد كبيرة، لو تدعى الجامعة العربية أو المؤسسات الدولية الأخرى أعتقد أنها تحضر وتساهم في إنجاح هذه الانتخابات، و الشعب الليبي قابل أنه ينجح هذه الانتخابات. يعني أنت سيد صلاح كمبعوث للأمين العام للجامعة العربية، ما هي الضمانات التي تراها من خلال إجراء انتخابات سواء رئاسة برلمانية أو أيا كانت، ما هي الضمانات التي يعني تعزز احتمالية أن تنتقل ليبيا من مرحلة إلى مرحلة أكثر انفراج وأكثر سهولة وأكثر استقرار؟ طبعا اليوم الشعب الليبي مر بكل المراحل الصعبة، فهو مطالب اليوم أن يجد حياة مستقرة، أن يجد يعني أمن، أن يجد كذلك دورة اقتصادية تدور بصفة طبيعية. فلذلك الانتخابات هي ستمكنه من نسيان كل هذه، من ترك ومغادرة هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة ودخول في حياة مستقرة. فلذلك الانتخابات هي عملية يعني إدخال الطابع العادي، الطابع الدائم للحياة السياسية العادية في ليبيا. نعم. أي نعم. طيب السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي من خلال هذه المبادرة التي خرج بها قبل يومين، يعني تكلم بشكل دقيق عن إجراء انتخابات رئاسية، ألا ترى سيد صلاح الدين الجمالي بأن هذا تحديد لنظام الحكم الذي من المفترض أن يستفتى عليه الشعب؟ نعم. هل تسمعني بشكل واضح الآن؟ من المفترض شو؟ يعني السيد فايز السراج تحدث وقال إجراء انتخابات رئاسية، أليس في هذا يعني تحديد على أن النظام الحكم سيكون رئاسي، وأليست هذه النقطة تحديدا يجب أن يستفتى فيها الشعب؟ لا، يشوف الانتخابات إذا الشعب انتخب رئيس، إذا الشعب انتخب مجلس نيابي، بعد يصير عنا مجلس نيابي وعنا رئيس، وللشعب الليبي فيما بعد أن يضع دستوره كما يراه، إما يحافظ على هذه. هذه الانتخابات مش تكون تضع النقاط على الحروف وتضع هياكل الدولة الأساسية حتى تبدأ في العمل العادي، ثم الشعب إذا هو حب يطور نظامه السياسي، حب يغير نظامه السياسي بالبرلمان بكذا، فهو حر، الشعب سيد نفسه يعني. ثم سيد سراج هو لن يفرض نموذج معين، هو سيكون هذه فكرة بتاع انتخابات، ثم تبدأ المشاورات بين الأطراف السياسية. يعني ما يلزمش واحد الرفض المطلق، لا، ندخل في المشاورات، هذه تنفع هذه ما تنفعش. يعني الرئيس يكون وحده او يكون رئيس مع اثنين، هذه كل تدخل في مشاورات سياسيه ببناءه وليس وكذلك ايجابيه بين كل الاخوه الليبيين حتى يوصلوا الى حل النهائي. نعم، شكرا لك. مقترح مش فقط مقترح منتهى، لا، مقترح وفي مشاورات. نعم.
نكتفي بهذا القدر معك المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي، شكرا جزيلا لك. من جانبه بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويح للثلاثاء خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي في طرابلس العلاقات المشتركة بين البلدين وتطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكدت السفيرة الفرنسية أن كافة جهود فرنسا تهدف لدفع مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي وآلياته وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص. من جانبه أكد السويح التزام المجلس بالاتفاق كخارطة طريق توافقية لمرحلة انتقالية أخيرة تؤدي إلى انتخابات عامة عقب إقرار دستور دائم للبلاد. دعت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروس الثلاثاء قوات خليفة حفتر إلى التحقيق في إعدامات المعتقلين التي نفذتها قوات تابعة لخليفة حفتر دون محاكمة وخارج إطار القانون، معبرة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء تلك الانتهاكات. تقرير وردة التائب. إعدامات ميدانية خارج إطار القانون ودون محاكمة في الشرق الليبي نفذتها بحقهم قوة تابعة لحفتر، ما دفع الأمم المتحدة بالمطالبة بالتحقيق في تلك الجرائم. المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل عبرت عن قلق المنظمة إزاء احتجاز قوات حفتر الآونة الأخيرة لسجناء يعتقد تعرضهم للتعذيب الوشيك أو الإعدام دون محاكمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى مشاركة قوات الخاصة التابعة لحفتر في تعذيب المعتقلين وإعدام العشرة منهم دون محاكمة أيضا. ودعت ثروسل إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه في القوات الخاصة حتى يتم التحقيق بشأن التسجيلات التي نشرت ويظهر فيها الورفلي منفذا لعمليات الإعدام. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا خلال إفادتها أمام مجلس الأمن مايو الماضي كشفت عن تقارير مصورة تؤكد ارتكاب قوات حفتر لجرائم حقيقية في شرق ليبيا، في إشارة إلى مقاطع فيديو نشرت في يناير ومارس ومايو الماضي أظهرت مشاهد الإعدام التعسفي. جميع الأسلحة مباحة عندنا صراحة، بكل الإمكانيات اللي جبناها إيدينا نحن هنستخدمها بدون. وبحسب الفيديوهات المتداولة فإن عمليات الإعدام خارج إطار القانون جرائم نفذها أصحابها بتعليمات مباشرة أو غير مباشرة من خليفة حفتر. الله أكبر. نظمت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا موسعا للجنة السياسات العليا وسط حضور المجلس الرئاسي والوزراء وعدد من سفراء الدول الغربية والبعثات الدبلوماسية الدولية. تقرير زياد الحجاجي. في إطار التنسيق الدولي للتعاون الفني مع دولة ليبيا، نظمت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا موسعا للجنة السياسات العليا بمشاركة المجلس الرئاسي وعدد من وزراء حكومة الوفاق إضافة إلى سفراء الدول الغربية والبعثات الدبلوماسية الدولية. هذا اللقاء الدولي اليوم الذي حضره أكثر من 16 سفير وعدد من ممثلين مؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ومندوب المنظمة الصحة العالمية، طبعا يأتي في إطار الدعم الدولي لبرامج حكومة الوفاق الوطني اللي تحاول تقدمها لكل مناطق ليبيا. هذا الاجتماع يعرض الإرادة السياسية من جانب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بشكل عام لتقديم المساعدة إلى حكومة الوفاق الوطني لتحسين ظروف حياة الليبيين في كل أنحاء البلد. انعقاد مثل هذه الاجتماعات الرسمية التي لطالما كانت تعقد خارج البلاد تمثل تحولا كبيرا نحو تحسن استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة التي كانت من أبرز بنود الاجتماع. الأمن في طرابلس جيد، ولذلك فإن هذه الاجتماعات التي كانت تتم خارج ليبيا أصبحت تتم
بكفاءة عالية داخل العاصمة طرابلس. الهدف الرئيس من الاجتماع هي المواءمة بين الاحتياجات الليبية وبين المساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات في مختلف المجالات، منها الإنسانية والفنية واستعادة النشاط الاقتصادي ومكافحة الهجرة وغيرها، وعرضها من خلال مشروعات مقدمة من حكومة الوفاق للدول المساهمة. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. شركة الكهرباء تعلن تخفيض ساعات طرح الأحمال إلى 3 ساعات يومية. ليبيا تشارك في اجتماع منظمة أوبك في بطرسبرغ لمناقشة خطط الإنتاج. وكيل وزارة الحكم المحلي يناقش آلية معالجة الأضرار التي تعرضت لها بلدية الجربولي. الجامعة العربية ترحب بأي جهود أو تحركات في ليبيا تهدف إلى تسوية الأزمة السياسية. المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدعو حفتر إلى التحقيق في إعدامات المعتقلين دون محاكمة. من جديد أهلا بكم. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الاثنين من أن مدونة قواعد السلوك التي اقترحتها إيطاليا لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهمات البحث عن المهاجرين في البحر المتوسط وإنقاذهم قد تعرض حياة الكثيرين للخطر، خاصة حياة الأطفال. واعتبرت المنظمة أن مثل تلك التغييرات من شأنها أن تعرقل دون قصد عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وتسبب مزيدا من الوفيات. تناقض واضح يعيشه الاتحاد الأوروبي ومساعدات رمزية يقدمها للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية التي باتت تشكل هاجسا لدول البحر المتوسط. فمن جهة يعلن التعاون والمشاركة في الحد من الهجرة، ومن جهة أخرى يمدد حظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات الخارجية حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، والذي أعلن عنه في اجتماعه الأخير الاثنين ببروكسل. جهود قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا وصفها رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه مع صحيفة سبوتنيك الروسية الاثنين بالمتواضعة، رغم الدعوات المتكررة إلى دعم خفر السواحل الليبي لملاحقة مهربي البشر الذين يتمتعون بقوارب مسلحة. آخرها كانت من منظمة الهجرة الدولية لدعم جهاز حرس السواحل الليبي وأمن الموانئ، تمثلت في مواد إنقاذ وحماية بالإضافة إلى إضاءة يدوية للبحث عن المهاجرين في عمق البحر. كما يسعى الاتحاد الأوروبي لتجديد ولاية بعثة صوفيا الخاصة بالمهاجرين قبل 27 من يوليو الجاري، كخطوة ليس الهدف منها إلا لصد المهاجرين عن القارة
وإعادة توطينهم في ليبيا، والتي لاقت رفضا قاطعا من السراج باعتبار ليبيا تعمل وفق إمكانياتها وتسعى جاهدة لمنعهم من الإبحار. كيف ستتعامل ليبيا مع أوروبا وتنجح بمنع المهاجرين من العبور باعتبارها البوابة الرئيسية نحو البحر؟ وما هي السياسة الأوروبية الجديدة التي سيستعملها الاتحاد لكف الضرر عن القارة العجوز؟ أعلنت الشركة العامة للكهرباء خلال نشرتها اليومية على صفحتها في فيسبوك أن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقع خلال الأيام القادمة سيكون ما بين ساعتين وثلاث ساعات يومية، كما أعلنت وصول التوليد المتاح من الطاقة إلى أكثر من 5000 ميجاوات. يأتي ذلك بعد إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية ودخولها على الشبكة بقدرة 125 ميجاوات. بدأ العمل وبدأ التيار الكهربائي يعود بصورة أفضل بكثير بفضل تكاثف جهود الموظفين بالشركة العامة للكهرباء. تقلص عدد ساعات طرح الأحمال ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 10 ساعات، وذلك بعد دخول الوحدة الغازية الثانية في محطة توليد مصرات المزدوجة على الشبكة العامة بقدرة 250 ميجاوات. الأحمال تفوق ما يتم توليده من جميع محطات توليد، ولكن العجز تضاءل أو انقص بشكل واضح. ساعات طرح الأحمال بالتأكيد حتقل، لن تتكرر ساعات طرح الأحمال في اليوم الواحد بإذن الله، مع وجود مشكلة امتناع عدد من المناطق على الطرح، ولكن حاولوا بشتى الوسائل أن نخفف حجم المشكلة بشكل أو بآخر. ما زاد أيضا من تحسن وضع الكهرباء إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية ودخولها على الشبكة بقدرة 125 ميجاوات. ورغم كل الجهود التي تبذل من أجل تحسين وضع الكهرباء، يبقى المواطن الليبي في حالة تخوف مستمر من احتمال حدوث أي طارئ يعيد مسلسل المعاناة مع الكهرباء. كثيرون في ليبيا لا يدركون حجم الاستهلاك في الطاقة الكهربائية وحجم تكلفتها على الدولة الليبية. ديوان المحاسبة الليبي كان قد نشر في وقت سابق تقريرا مرئيا توعويا تحدث فيه عن خفايا الكهرباء في ليبيا. نتابع. ما لا تعرفه عن الكهرباء في ليبيا كشف عنه ديوان المحاسبة، إذ تقدر كلفة قطاع الكهرباء في ليبيا من ميزانية الدولة ب5 مليارات دينار سنويا، في حين بلغ حجم الإنفاق على الطاقة في الخمس سنوات الماضية 26 مليار دينار، أي ما يعادل ميزانية دولتين. أما العقود المبرمة لتطوير القطاع عبر مشروعات عدة فتجاوزت 26 مليار دينار، وتبق منها 8 مليارات تلتزم ليبيا بسدادها حاليا. جزء من المشروعات متوقف، وفي استكماله يمكن إنتاج حوالي 12,000 ميجاوات، مما يغطي ضعف حاجة ليبيا من الكهرباء. أما من ناحية رسوم الكهرباء فتعتبر ليبيا أرخص دولة تبيع الطاقة في العالم. وفيما يخص قدرة الشبكة العامة فإنه في الوقت الحاضر وعند اعتدال الطقس يبلغ حجم الاستهلاك 5,000 ميجاوات، بينما يبلغ 7,000 ميجاوات في ذروة فصلي الصيف والشتاء. وجه الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باراكيندو الثلاثاء دعوة إلى ليبيا للمشاركة في مناقشة خطط إنتاجها بالاجتماع المقرر انعقاده في مدينة سانت بطرسبرغ في 22 يوليو الجاري.
من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله الذي سيرأس الوفد الليبي إنه سينتهز هذه الفرصة لمناقشة العوامل التي تمكن استعادة الانتاج النفطي وكذلك العوامل التي تعيق ذلك، لافتا إلى أنه سوف يتشاور مع شخصيات هامة من صانعي القرار في ليبيا قبل التوجه للاجتماع. ارتفع النفط الثلاثاء مع زيادة الطلب ليسحب قدرا من الفائض في امدادات أوبك، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 49 دولار و12 سنتا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا إلى 46 دولار و67 سنتا. ناقش رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومحافظ مصر في ليبيا المركزية صديق الكبير خلال لقاء لهما الاثنين العراقيل التي تقف في طريق اتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى دور كل من المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني في اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لمعالجة أزمة الانقسام السياسي وعجز الموازنة العامة وتعديل سعر صرف الدينار الليبي وتنظيم عمليات التجارة الخارجية ومعالجة أزمة السيولة. ارتفعت أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أسبوعين الثلاثاء مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى 1237 دولار و66 سنتا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للفضة 14% إلى 16 دولارا و14 سنتا للأوقية، وزاد البلاتينو 13% إلى 923 دولار و80 سنتا للأوقية. أحيت مفوضية الكشاف والمرشدات أو المرشدات بمدينة مرزوق بمدرج كلية الاقتصاد والمحاسبة الذكرى 60 لتأسيس الحركة الكشفية في المنطقة الجنوبية. حضر الاحتفال قادة الكشاف والمرشدات ومنتسبو الحركة الكشفية من أشبال وفتيان ومتقدم وجوالة وزهرات ومرشدات. تقرير وسام الزواغي. عرس جماهيري احتضنته مدينة مرزوق ضم كافة أعضاء حركة كشاف المنطقة الجنوبية، كيف لا وهي الذكرى 60 لتأسيس أول فوج للكشاف والمرشدات. أمسية رائعة، أمسية كشفية في مدينة مرزوق، في مدينة مرزوق، مرزوق التاريخ والحضارة وأيضا مرزوق الكشافة والكشفية. تأسست كشافة مرزوق سنة 1957، القادة والقائدات والكشافين والمرشدات في مفوضية مرزوق احتفلوا معهم كل كشاف ومرشدات ليبيا هذا اليوم. لا ننسى في هذه الذكرى حضور لافت لكافة القادة من الجنسين تجلى واضحا خلال الفقرات الاستعراضية التي قدمها براعم الحركة الكشفية والتي تنوعت بين فنية وموسيقية وأخرى خاصة بحركة الكشاف والمرشدات. نحب نهني مفوضية مرزوق وكل منتسبي مفوضية مرزوق من الكشافة والمرشدات بمناسبة العيد 60 لتأسيس حركة الشيخ مرزوق، ونبي نقول لهم أحسنتم وأبدعتم، كان يوم رائع، كان يوم مميز، احتفالية في هذا اليوم بالعيد 60 لتأسيس الكشافة في مرزوق. ندوات وكلمات وعروض تراثية
تجسدت أهميتها في دور الحركة الكشفية لجعل هؤلاء البراعم نواة للمستقبل للنهوض بالوطن وتعليمهم لغة الاعتماد على النفس. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وكيل وزارة الحكم المحلي يناقش آلية معالجة الأضرار التي تعرضت لها بلدية الجربولي. الجامعة العربية ترحب بأي جهود أو تحركات في ليبيا تهدف إلى تسوية الأزمة السياسية. المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدعو حفتر إلى التحقيق في إعدامات المعتقلين دون محاكمة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.